بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، منذ لحظات أعلنت اللجنة على انطلاقة شوطنا الرابع، شوطنا الرابع مخصص للجعدان. نذهب إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط سمران للسيد عبد الله بن سالم بن رويج دلشتبي، ونذهب إلى ثاني المراكز جاهين للسيد سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة. ثالث مراكزنا يا السلام يا المركز الثالث، المركز الثالث، الرقم محجوز عني، ولكن جزيل السيد سعيد بن أحمد بن هاشم العوضي للمركز الرابع. رابع مراكزنا من يأتي يا السلام يا السلام، جمران للسيد راشد بن سيف بن راشد بن سيف بن خصيف. هكذا كانت نتيجتنا، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. سراب أيضا قادم للسيد السعيد بن عبد الله بن صالح الجاري الاكتبي. هكذا كان الوصف التفصيلي، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان المراكز الخمس. نذهب إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط، جزيل السعيد بن أحمد بن هاشم العوضي. يا السلام يا السلام، المركز الثاني شاهين سعيد بن أحمد بن سعيد بالرفيعة واصل. ثالث مراكزنا المحيط، مبارك بن أحمد بن مبارك بن علي الكعبي. اللحظات الأخيرة والجميلة والمثيرة. جزيل من يسيطر السعيد بن أحمد بن هاشم العوضي. يا سلام بالرفيع واصل أيضا، ولكن مع جزيل تهانينا والناموس. المركز الثاني لسعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيع. المركز الثالث لمبارك بن أحمد بن مبارك بن علي الكعبي. التوقيت الزمني دقيقتين 18 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، وتهانينا والناموس.